طلبة العذراء مريم، معاني، شروحات، تأملات، تعمق بكل طلبة تزيدنا فهم ومعرفة، صلاة وتقوى. يا والدة الله، منه مجرد اسم ولا هو لقب تكريم للعذراء، إنما هو تعريف لاهوتي بيحمل حقيقة حية إيمانية، بتحمل لنا أيضا فعل محبة الله بأعلى صوره. الحقيقة إنه العذراء مريم ولدت الإله المتأنس، أي المسيح بلاهوته وناسوته. وقت المنقول عن أم إن ولدت إنسان، ما منقول إن أم الجسد بس، بل أم الإنسان كله سوا، مع إن هي لم تلد روح الإنسان يلي خلقه الله. هيك تدعى القديسة مريم والدة الإله، ولو إن لم تلد اللاهوت لكن ولدت الإله المتأنس. إذا كان السيد المسيح هو الله يلي ظهر بالجسد، مثل ما بيقول مربولوس، عظيم سر التقوى الذي تجلى في الجسد، فوجب أنه تدعى العذراء بأم الله، فهي أم يسوع ويسوع هو الله، وعلى هيدا تكون القديسة مريم هي أم الله. وبالعكس، إذا ما كانت القديسة مريم أم الله، ما بيكون الابن المولود منا إله. فعبل مريم بيسوع المسيح ما إجا عنه تكوين شخص جديد ما كان له وجود سابق، مثل ما هي الحال بكل سائر البشرية، بل تكوين طبيعة بشرية اتخذها الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس، الموجود من الأزل بجوهر واحد مع الآب والروح القدس. فيسوع المسيح منه إلا شخص واحد، شخص الإله المتجسد يلي أخذ طبيعتنا البشرية من جسد مريم، وصار بذلك ابن مريم المولود غير المخلوق. فمريم حملت الكلمة المتجسد واتحدت بهالنعمة الإلهية بفعل اتحادها بابنها يلي عبدته. فهيدا اللقب هو أساس كل مواهب الطبيعة ومقياسها بالنعمة والمجد يلي حسن للرب انه يغني مريم فيها. وهيدا اللقب منه مصدر تبجيل ولا مثيل لإله لأم العذراء وبس، بل هو كمان مصدر قوة لإلنا جميعا تيقودنا نحو الإيمان الحقيقي، ويجعلنا نفهم بشكل أفضل حياة مختاري الله. استمد خلاصنا جذوره من أمومة مريم الإلهية، فمن واجب المسيح المؤمن حقيقة أنه جاهر بهالحقيقة بصوت عالي، لأنه إيماننا بيرتكز على أنه مريم هي أم الله الكلمة الذي صار بشرا، أنه هالعقيدة تعليمية ثابتة بالكنيسة من مجمع أفسس لليوم وللأبد.